بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بنكمل وبنقفل بعد ما خلصنا اللوجن كيوبيت، وبعد ما خلصنا اللوجن ستيت والريبو، وعملنا الديبندنسي انجكشن، وعملنا بروفايد للبلوك وكل الكلام ده. نبدأ بقى نشتغل على اليو اي شوية، نظبطه بتاع اللوجن، ان احنا نبدأ بقى نعمل الفاليديشن بتاعنا ونبدأ ننطلق بهذا الشأن. طيب هنمسك اللوجن سكرين، هنظبطه شوية 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 شوية. ده اخر شكل اللوجن سكرين بتاعنا. تعالوا بقى نبدأ نغير شوية حاجات. طيب أول حاجة هعملها، أنا عندي هنا في سكافولد جواه سيف اريا، جواها باذنج، مديها 30 و30 ماشي. وبعدها عامل سنجل تشايلد سكرول فيو كولوم ستارت ماشي. وبعدها عامل هنا تكست قايل لها ويلكم باك، ومديها فونت 24 بلو بولد. براجع كده اليو اي معاكم ماشي. وفيرتيكال سبيس مديها 8 و3 8. بعد كده عامل تكست وي ار بلا 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 14 جراي 36 ماشي. طيب هبدا بقى الشغل من اول هنا. بص بقى، من اول هنا عايز اعمل ريفاكتور للحته دي كده، هعمل لها ريفاكتور لان لسه في لوجيك كتير انا هضيفه. فاول حاجه هعملها هاجي هنا هعمل الفورم دي، انا هشيلها، هريموف الفورم دي خالص كانها لم توجد، هسيب الكولوم ده زي ما هو اهو. واجي هنا جول تشيلدرن، اول حاجه هعملها هعمل كونست، وهعمل ويدجت هسميها ايميل اند باسورد. دي ويدجت انا لسه هعملها، هاجي هنا في الويدجت، في الويدجتس بتاعتي هعمل هنا كرييت نيو فايل، هعمل ايميل اند باسورد دوت دوت. همسك بقى الايميل دوت باسورد دي، وبص بقى هنعمل فيها ايه. الايميل دوت باسورد دي هي اللي هيبقى فيها اللوجيك بتاع اللي انا كنت بعته على التليجرام. كنت انا بعت فيديو على التليجرام من اسبوع تقريبا بوصف فيه الفاليديشن اللي احنا عايزين نعمله. احنا عايزين نعمل هنا تحت الباسورد، انا عايز الباسورد هعمل عليه شويه ريستريكشنز، ان هو لازم يبقى فيه لور كي حرف سمول، ولازم يبقى فيه حرف كابيتال اتليست يعني، ولازم يبقى فيه سيمبل اللي هو ات او هاشتاج او الحاجات دي، لازم يبقى فيه نمبر رقم، ولازم يبقى مش اقل من 8 لترز او 8 ارقام او 8 حروف او 8 حاجات يعني. فانا عندي فيه 5 ريستريكشنز، 5 فاليديشنز هعملهم، رقم، سيمبل، حرف سمول، حرف كابيتال، مش اقل من 8 ارقام. فاحنا هنعمل ده مع بعض دلوقتي، وهنعمل يو اي كده شكله لطيف قوي، ان هو يشطب على، هعمل زي دوتس كده وهعمل روز، وهشطب على الكلمه لما اليوزر يكتب ده، وهنعمل ليسنر على التكست بتاعتنا. ده اللي احنا عايزين نعمله الفيديو ده، ونطبق اللوجن اي بي اي. لما كليك على اللوجن اي بي اي يطلع لنا سكسس او فيلير، وهنعمل ده الفيديو ده ان شاء الله. ده الانتجريشن بتاع الاي بي اي. هاجي انا هعمل ستيت ليس ويدجت هسميها ايميل اند باسورد، وهاجي هنا خليها ستيت فول، محتاجها ستيت فول فور ا ريزون هنعرف دلوقتي. هاجي هنا هعمل كولوم تشيلدرن، الكولوم ده هعمل له راب لفورم، الفورم اللي انا مسحتها من شويه راب لفورم. طيب اول حاجه هعملها هنا في شويه كده بروبرتيز هستخدمها، هعملها هعمل هنا البول از اوب سكيور تكست بتاع ال بتاع الباسورد اللي انا كنت عامله هنا، هاخده وهاخد طبعا الفورم كي، هاخد الاثنين دول. انا بعمل ريفاكتور بقى، هشيل الكلام ده من اللوجن سكرين، هشيل الكلام ده احطه هنا. طيب وطبعا الفورم دي برضو انا ممكن هقول لك الفورم دي عامل فيها ايه، بس صبرك عليها. الكي ده انا مش هحطه هنا غالبا يعني، الكي ده انا هرميه في الكيوت. طيب وهاجي هنا هعمل الباسورد تكست اديتنج كنترولر بتاعي، هعمل تكست اديتنج كنترولر الباسورد واخليه ليت. ليت ده يعني مش هديله فاليو دلوقتي، مش هعمل له انيشاليزيشن. وهاجي انا هعمل الانيت ستيت بتاعتي، جوه الانيت ستيت بتاعتي هبدا ان انا اديها الكنترولر بتاع الباسورد ده، هبدا ان انا اديله فاليو. بس الفاليو اللي انا هديها له دي بقى هتبقى فاليو مختلفه شويه. انا عايز اروح في الكيوبيت بتاعي واحط التكست اديتنج كنترولنج والجلوبال كي بتاع الفورم هناك. هناك فين؟ في الكيوبيت بتاعي. ازاي الكلام ده؟ عادي هروح في الكيوبيت هنا في اللوجن كيوبيت، وهاجي هنا واعمل هقول له تكست اديتنج كنترولر، وهعمل ايميل الايميل كنترولر هنا، وهقول له بتساوي تكست اديتنج كنترولر. طب احنا لسه شويه على مدارنا، فخلينا نكبر دي.
حبه كده على مره، وهقوم واخد اخوه اخليه باسورد، وهقوم جاي هنا واخد الفورم كي ده من هنا هحطه هناك. هنعرف دلوقتي ليه حطينا الحاجات دي هناك وهنستخدمها ازاي وفين وايه الغرض منها. طيب اولا انا بقلل اعباء من اليو اي، بحاول اقلل لوجيك، بحاول اقلل اسطر من اليو اي، which is good، حاجه حلوه. ثانيا لو انا هستخدم الكنترولرز دي في اكتر من فايل، يعني عندي اللوجن سكرين هقسمها سيكشنز، فانا محتاج الفورم او محتاج الكنترولر ده في اكتر من سيكشن، فبدل ما كاريت في كل سيكشن فيهم كنترولر وبصيه في الكونستراكتور بتاعهم كلهم، ممكن اكاريت كنترولر واحد في الكيوبيت وكلهم بياكسسوا الكيوبيت واقدر انا اندهله بسهوله منعا للتكرار. هنشوف ده هيحصل ازاي، ده السبب يعني ان انا عملته هناك ليه. طيب هرجع تاني للايميل اند باسورد، وهاجي انا اقول له الباسورد كنترولر ده هدي له فاليو، الفاليو هتبقى كونتكست دوت ريد اوف لوجن كيوبيت دوت، وهدي له الباسورد كنترولر. بالشكل ده انا بقدر انده اي فانكشن او اي بروبرتي عندي في الكيوبيت، بنده له بالطريقه دي. طيب انا اديت قيمه للباسورد كنترولر، باسورد كنترولر اللوكال اللي انا عملته ده اديته قيمه، هي قيمه الباسورد كنترولر بتاعي اللي في الكيوبيت. طيب هاجي بعد كده برضو عايز اعمل ليسنر، عايز ان انا اعمل ليسنر على التكست بتاعت الباسورد، الليسنر عشان الفاليديشن اللي انا لسه بقول عليه. تعال نرجع اللوكن سكرين كده ونجيب الكلام الكتير اللي مكتوب جوه ده، تعال نجيبه الاب تكست فورم فيلد بتاعت الايميل. طبعا هنغير بقى حاجات كتير، التكست فورم فيلد هنضيف لها حاجات كتير قوي يا رجاله، التكست فورم فيلد هنضيف لها حاجات كتير قوي 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 يعني قوي، فاهم؟ والاب تكست فورم فيلد هو الباسورد الالاين مش عارف فوركت، بص كل الكلام ده هناخد كل ده كت من هنا، وهاجي هنا الايميل والباسورد دي اعمل لها امبورت عشان ما تزعلش. ماشي، جوه الايميل والباسورد دي بقى جوه الكولم ده همسك بقى الحاجات اللي بره دي ضفتها هنا، هعمل لها امبورت وهعمل دي امبورت. هبدا بقى العب بقى هنا، شلت الايميل والباسورد من بره من اللوجن سكرين من بره من هنا، حطيتهم جوه ويدجت اسمها ايميل اند باسورد، وهلعب بقى في الفاليديشن وفي كل حاجه هنا كده في حته لوحدها على جنب. طيب انا في تشينجز كتير، تشينجز كتير انا غيرتها في الاب تكست فورم فيلد هنا اللي هي الجينيريك تكست اللي احنا كنا عاملينها، يعني غيرت فيها حاجات كتير قوي، عملت فيها تشينجز عشان تخدم على اللي احنا عايزين نعمله، فهنضيف التشينجز دي مع بعض دلوقتي. طيب كنت عاملها فين؟ في الاب تكست فورم فيلد. طيب تعالوا نشوف بقى ايه الحاجات اللي انا ضفتها. طيب اول حاجه انا عندي هنا الكونتنت باندنج ماشي زي ما هو، الفوكس بوردر، الانيبلد بوردر، الانبوت تكست ستايل، هنت ستايل، هنت تكست از اوبسكيور تكست، سفكس ايكون، باك جراوند كولر، كل ده تمام. هضيف بقى حاجتين جداد، حاجتين هضيف فاينل تكست اديتنج كنترولر، هقول لها كنترولر عشان محتاج الكنترولر هنا، وهضيف الفاليديتور، هعمل فانكشن، الفانكشن دي بتاخد سترينج، والسترينج ده ممكن يبقى نالبل واسميها فاليديتور، لان اكشلي الفاليديتور هو بياخد سترينج برضو، فانكشن بتاخد سترينج. طيب وهاجي انا اقول الهنت تكست خليتها ريكوايرد، الهنت تكست اللي هي دي هي اوريدي ريكوايرد ماشي، والكنترولر هقول له ذس دوت كنترولر، دي اللي تشينجز يعني اللي انا عملتها اللي هنستخدمها دلوقتي، وهقول له ذس دوت فاليديتور، وهخلي ده ريكوايرد معايا. طيب ليه الكنترولر زعلان؟ انا محتاج اعمل له نرابل عشان ما خدش فاليو. طيب خلاص جميل. طب هنشوف بقى التشينجز ده اللي انا عملتها تحت عامله ازاي. اول حاجه هاجي هنا في الكنترولر هقول كنترولر وهبصيرها الكنترولر. تاني حاجه الانبوت ديكوريشن زي ما هو، از دنس ترو، كونتنت بادنج، فوكس بوردر، انيبلد بوردر، ما غيرتش اي حاجه في الحاجات دي زي ما هي، كلها زي ما هي. الهنت ستايل لا ضفت حاجه، ضفت بوردر، الفوكس بوردر اهو والانيبلد بوردر اهو، غير الفوكس بوردر والانيبلد بوردر انا محتاج اضيف الايرور بوردر، الايرور بوردر، لان انا لما اضيف الفاليديشن هناك غير الفوكس وغير الانيبلد انا محتاج الايرور
بوردر والفوكسد ايرور بوردر، التو بوردرز دول انا محتاجهم، فهجيبهم كوبي بيست زي ما هم اهو، هم زي التانيين يعني غالبا مفيش فرق. اهو هنا ضفت ايرور بوردر، اديته بوردر سايد ريد لونه احمر، وضفت هنا فوكسد بوردر ايرور بوردر اديته برضو احمر، ونفس الفاليوز نفس السيركلر نفس كل حاجه. تمام، ضفت ايه تاني؟ الهنت ستايل زي ما هو، الهنت تكست زي ما هو، السفكس ايكون، الباك جراوند كولر زي ما هي، الفيلد ترو، الاوبسكيور تكست از اوبسكيور فولس. تمام، الستايل فونت 14 دارك بلو ميديوم. تمام، جيت هنا ضفت بقى الفاليديتور، ما طلعتش حاجات كتير ولا حاجه، جمعت اول حاجات كتير وجعلصتها قوي معايا يعني قشطه صباح الفل. جيت هنا في الفاليو قلت له ريتيرن لي في الفاليديتور، فاليديتور فاليديتور اوف الفاليو وشكرا. عملت هنا فاليديتور بياخد فانكشن، السترنج بتاخد نلبل، وجيت ضفت هنا الفاليديتور لان اكشلي الفاليديتور هي برضه فانكشن بتاخد سترنج اوف نلبل اهي، دي الفاليديتور الانترنالي في فلاتر. فروحت عملت انا فانكشن فاليديتور وضفتها هنا وخليتها يباصي هنا الفاليديتور حسب بقى الفاليديتور اللي انا هديه له من بره اللي انا هعمله. دي الحاجات اللي انا عدلتها هنا. طيب هرجع بقى للايميل والباسورد وهاجي هنا. طيب قبل ما اضيف الليسنر بتاع الباسورد تعال نكمل بس الويدجت تري بتاعتنا. طبعا الفورم كي جيت هنا ضفت لها الكي، قلت لها الكي بتاعك هيساوي الكونتكست دوت ريد اوف اللوجن كيوبيت دوت الفورم كي، ضفت لها الفورم كي هنا، حطيت الفورم كي هناك في الكيوبيت احسن يعني. هاجي هنا بقى في الكولوم الاب تكست فورم فيلد الهنت تكست، وهدي لها فاليديتور لان انا خليت الفاليديتور ريكوايرد، فلازم لازم لازم اي ويدجت هتستخدم الاب تكست فورم فيلد لازم تديها ريكوايرد الفاليديتور وريكوايرد الهنت تكست، لازم اعرف ايه الفاليديشن اللي على الفورم دي والهنت تكست بتاعتها. يبقى دي الهنت تكست، تعالى بقى نشوف الفاليديتور بتاعها عامل ازاي. طيب الفاليديتور اللي انا عملته للايميل كان كالاتي، دي الفاليو، الفاليو بقى اللي اليوزر هيدخلها يعني اللي انا هفاليديت عليها، وهبدا ان انا اقول له بقى بص يا عم الحاج. طبعا انا عملت ريجكس، جبت ريجكس الايميل وريجكس للنمبرز، جبت ريجكس كتيره قوي لان انا عايز اعمل فاليديشنز كتيره، فهحتاج الريجكس وهوريكم الريجكس دي ضفتها فين دلوقتي. طبعا جبتها من جوجل عادي، دخلت على جوجل سرشت ازاي اتاكد ان اليوزر دخل سيمبل، ازاي اتاكد ان اليوزر دخل كابيتال لتر سمول لتر نمبر ريجكس، انا ما اخترعتهاش، جبتها ثابته فورمولا ثابته جبتها حطيتها، السلام عليكم زي ما جبتها زي ما هوريها لكم، وتاكدت يعني عملت لها تيستنج وتاكدت ان هي فاليد. طيب هاجي هنا في الفاليديتور هقول له اف ان الفاليو ايكوال ايكوال نل لو هي بنل، او الفاليو دوت از امتي لو الفاليو دي بنل او الفاليو دي امتي رجع لي ريتيرن ليا قول لي بليز انتر ا فاليد ايميل، رجع لي قول له النبي رجع لي ايميل صح، الايميل ده فيه مشكله. طيب و الكنترولر هنا ضفت له كنترولر قلت له الكونتكست دوت ريد دوت لوجن كيوبيت دوت ايميل كنترولر، ده الكنترولر بتاعي، ده اللي انا عملته في الايميل. طبعا الكود ده بنسبه 99% ريفاكتورد بالنسبه لي، بس احيانا وانا شغال بيطرق ليا افكار، دلوقتي طرقت ليا فكره مش هقولها عشان لو قلتها هتلخبطك انت، انا قريتها يعني، فالفكره دي ممكن بقى اشتغل عليها واحسنها في الفيديوز الجايه. حاجه بسيطه في الكود يعني ريفاكتورنج حسوكه يعني، ممكن ما حدش ياخد باله منها اصلا. انا بس مش عايز اقولها دلوقتي عشان ما تدخلناش في احاديث جانبيه لان انا طاقتي خلصت، انا شغال ب 2% من طاقتي عشان اخلص الفيديو، فبيتري لو بالنسبه لي. الاب تكست فورم فيلد نحتاج الكنترولر، هاخد نفس اللاين ده كابي بتاع الكنترولر، هديله باسورد كنترولر، والهنت ده باسورد زي ما هي، والاز اوبسكيور از اوبسكيور، سافكس ايكون اون تاب سيت ستيت از اوبسكيور، تشايلد ايكون فيزابيليتي فيزابيليتي بلا 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 فيزابيليتي. طب هعمل بقى الفاليديتور بتاع الباسورد، هاجي هنا هقول له الفاليديتور بقى بتاع الباسورد ده جميل ولذيذ خالص، بص اقول له ايه؟ نفس اللي انا عملته فوق. يا سلام يا سلام عليك يا عمر،
بس طبعا بدل ما اقول له valid email هقول له valid password لو هو ما دخلليش حاجه او كانت الفاليو امتي. طيب بعد ما اعمل الفاليديتور ده وبعد ما اطلع من التكست فورم فيلد هاخد فيرتيكال سبيس 24 هي اللي انا كنت سايبها في اللوجن سكرين هنا. كنت سايب هنا في اللوجن سكرين 24 هاخدها كات هخليها في الايميل والباسورد هنا اهي 24 وهقوم جاي بعدها. طب ما تيجي نعمل رن، تعال نعمل رن دلوقتي او بص تعال نشوف اليو اي دلوقتي عامل ازاي. مش رن يعني. تعال ندوس كنترول اس مفيش اي تشينج، هعمل هوت ريستارت بص عادي نفس اللي احنا كنا عاملينه فيش اي تشينج حرفيا. كل اللي انا عملته ايه لحد دلوقتي اللي انا عملته خدت الحاجه اللي كانت هنا اللي كانت موجوده هنا الفورم والايميل والباسورد تكست فورم فيلدز حطيتها في ويدجت اسمها ايميل اند باسورد وعملت بقى الايزو سكيور بقى والكنترولرز وكل الكلام ده حطيتها في حته لوحدها كنوع من انواع التقسيم بس وانا بظبط الدنيا والكود اهو شغال 100 100 كده. انا سبت الكود زي ما هو عليه زي ما كنا عاملينه بس with some refactoring. طيب هاجي بقى هنا اضيف ويدجت زياده، الويدجت بقى اللي هيبقى فيها شويه شغل اسميها باس وورد فاليديشنز ودي ويدجت انا هعملها دلوقتي هعمل فيها بقى الفاليديشن بتاع الباسورد اللي انا كنت بقول عليه. طيب هاجي هنا كريت ويدجت هسميها باسورد فاليديشنز فاليديشنز دوت دارت صح ماشي. هعمل ستيتلس ويدجت صغيره وجميله ولذيذه اسمها باسورد فاليديشنز ماشي. هبدا بقى اديها شويه حاجات كده انا محتاجها، هقول لها فاينل بول هاز لور كيس. احنا قلنا الشروط الخمسه بتاعتنا في لور كيس في ابر كيس في سبيشال كاركتر في نمبر مينيمم لينث بتاعه. هاز ابر كيس صح، ها كوبايلوت اللي بيكمل لي هاز ديجيتس لا مش هسميها هاز ديجيتس هسميها هاز ها كمل انت هتجيبها انا عارف سبيشال كاركتر جدع ها نمبر هاز نمبر كوبايلوت مينيمم لينث هحتاجها بس انا عايز النمبر دلوقتي هاز ان نمبر كمل ها النت ضعيف انا عارف انا برفع فيديو جدع بس انت قدها بولد ايه يا عم بول. ها مينيمم لينث المينيمم لينث بتاعي هاز مينيمم لينث هاز مينيمم لينث هو ده الكوبايلوت اللي انا عارفه كامل. اضيف انا بقى الحاجات دي كلها ريكوايرد ايوه ريكوايرد جامد. طيب هاجي بقى هنا تحت في الكولوم بتاعي في الويدجت يعني بتاعتي هنا هعمل كولوم اديله تشيلدرن وهاجي هنا بقى هعمل فانكشن. الفانكشن دي هبلد الرو بتاعي، الرو بتاعي عايز ابلد دوت واعمل جنب الدوت دي التكست، التكست دي اللي هتعمل عليها لاين ثرو عشان يشطب على ايه ده؟ هو عارف منين ان انا عايز اعمل كده بس لا مش ده اللي انا هعمله. محاوله فاشله اسكت. طيب هاجي هنا في التشيلدرن هعمل بيلد فاليديشن رو هديله هنا ات ليست 1 لور كيس لتر وهديها هنا هاز لور كي لتر. طيب همسك بقى ده هبلده كرييت ميثود الميثود دي هسميها بيلد فاليديشنز رو دي بتاخد ويدجت و لازم ترتيرن انا عارف ترتيرن حاجه السترنج ده هسميه السترنج التكست والبول دي هسميها بول هاز فاليديتد هاز فاليديت هاز فاليديتد ديتد صح ماشي. هرتيرن بقى هنا رو وهعمل تشيلدرن بتوعه هقول له اول حاجه كونست سيركل افاتار هعمل دوت كده صغيره فهعمل لها هعملها سيركل افاتار هخلي الريديوس بتاعها 2.5 حاجه سيمبل قوي صغيره كده والباك جراوند كولر بتاعها كولرز مانجر دوت جراي وهاجي بعد السيركل افاتار هقول له هوريزونتال سبيس وهديها 6. طبعا الهوريزونتال سبيس دي كان فيها مشكله ان كان فيها كلمه هايت دي كنت مبدلها هايت ويث اهي لسه فيها مشكله كنت انا كاتب هنا كلمه هايت شكرا للاثنين الثلاثه اللي قالوا لي في كام شاب كده لطيف قال لي ان انت نسيت وعملتها. السايز دي بوكس هنا كنت بدي له هايت في الفيرتيكال وكنت نسيت في السايز دي بوكس هنا في الهوريزونتال اديته هايت برضه المفروض تبقى ويث صح كده اديتها هوريزونتال سبيس 6 واجي بعد كده هديها تكست
التكست دي هقول لها الداتا بتاعتك انت هتاخدي التكست وهاجي بقى هديها الستايل بتاعها. ايه التكست دي؟ انا بعمل الرو بتاعي، الرو بتاعي بياكود سيركل افاتار دوت، والتكست دي هديها التكست اللي هيدخلها لي هنا ايا كانت بقى هتبقى مختلفه، وهعمل كذا رو يعني، والاز بول هاز فاليديتد دي عشان اعمل الستايل بتاع اللي هيبقى على التكست دي. فهاجي على التكست هنا هقول لها الستايل بتاعك، وهقول لها تكست ستايلز دوت، اعمل لها امبورت، وهقول لها فونت 13 دارك بلو ريجولر دوت كوبي ويز بقى. كوبي ويز دي انا عايز اضيف حاجه زياده على الستايل ده. الحاجه الزياده اللي انا هضيفها دي في ديكوريشن، هقول له لو هاز فاليديتد، لو انت اللي انت عملته ده فاليديتد، هقول له تكست ديكوريشن دوت لاين ثرو، لاين ثرو يعمل لاين كده فوق التكست، ايلس لو ما عملتش فاليديتد بنال. تاني حاجه هعمل ديكوريشن كولر، الديكوريشن كولر اللي هو اللاين ده هخليه كولرز دوت جرين، الكولرز عادي اللي هو الدرجه الجرين العاديه بتاعت الكلاس العادي. الديكوريشن ثيكنس مدى سمكته جاي من السمك خليه 2، والكولر لو هاز فاليديتد، لو انت الفاليو دي فاليديتد هقول له كولر مانجر دوت جراي، لو مش فاليديتد هقول له كولرز مانجر دارك بلو. طيب الرو بقى اللي انا عملته ده، الرو بقى اللي انا عملته ده، ده هكرره هنا بقى كام مره؟ هعمل هنا حاجه اقول له فيرتيكال سبيس وهدي له 2. اللي انت شايفه ده انا هكرره كام مره؟ هكرره 5 مرات، لان انا عندي 5 فاليديشنز، حرف كابيتال، حرف سمول، رقم، سبيشال كاركتر، مينيمم لينث. فهاخد ده اكرره، ادي 1 كده، ادي 2 3 4 5، وهشيل التحت دي مش عايزها. At least one upper case layer وهاز upper case layer. تالت واحدة at least one special character، وهنا اقول له هاز special character. اخر واحدة at least one number هاز number، ودي at least 8 characters long. شفت لايبرز كتير بتعمل الموضوع ده، بس حبيت اعمله انا بايدي احسن، حسيته لذيذ. مش عشان لايبرز غلط ما تعملش لايبرز، لا انا حبيت اعمل ده بايدي وما خدش مني الوقت الكبير، حبيت انا اتحكم فيه واخليه زي على دماغي. في لايبرز بتعمله في عادي، طب ايه بستخدم لايبر؟ لا مش عيب عادي، لو عايز تعمله بلايبر اعمله مفيش مشكله، بس انا اتبسطت ان انا عملته بايدي عادي، ان انا مش مضغوط يعني ومش مزنوق في الوقت، فاهم؟ ماشي حلو قوي. هرجع بقى لايميل وباسورد، وهعمل امبورت للفايل ده. طبعا هيحتاج مني كل الحاجات اللي انت شايفهم تحت دي اللي انا مخليهم ريكوايرد، والحاجات دي بقى انا هجيبهم منين؟ انا هعملهم له هنا فوق، هعمل له هنا في الايميل والباسورد، هعمل له هنا كل الحاجات دي، وهخليها باي ديفولت فولس السكشن ده. الحاجات دي طبعا انا هبصيها كلها هنا، المفروض كوبايلوت هو اللي بصيهم لي، انا مش قادر ابصيهم. شكرا يا كوبايلوت. لوير لوير ابر ابر سبيشال سبيشال نمبر مينيمم ليت. طيب كلام جميل قوي. هرجع تاني لللوجن سكرين، هلاقي اللوجن سكرين بتاعتي انا عملت فيها الايميل والباسورد، والايميل والباسورد الفيرتيكال 24 ده انا شلته ليه؟ فيرتيكال 24 باسورد فاليديشن، هعمل تاني فيرتيكال 24 اهو، وهاجي بعدها الالاين ده سنتر اند هسيبه زي ما هو، فورجيت باسورد فونت 13 ريجولر هسيبها زي ما هي. طب تعال نشوف كده اليو اي عامل ازاي دلوقتي، تعال رن كده رنايه صغيره عايز اوريك اليو اي. يا عم بقى بص اليو اي بقى عامل ازاي دلوقتي. تاتا ايه رايك؟ ات ليست 1 لوور كيس ليتر. بص لو كتبت لسه ما عملتش الفاليديشن، يعني عملت ده اليو اي اللي انا عملته. بص اللي انا عملته ده هو اللي احنا كنا بنعمله هنا، ده عملت الرو اهي سيركل افاتار واخده 2.5 اللي هي الدوتايه الصغيره دي، وعملت التكست والستايل بتاعها وظبطته اهو، ات ليست 1 لوور كيس 1 ليتر 1 ابر 1 بلا بلا بلا، وهيبدا يفاليديت دلوقتي زي ما هنعمله مع بعض. ده كده التشينجز اللي احنا عملناها في اليو اي يعني. طيب هرجع بقى لللوجن سكرين، وعايز افيريفاي كده اشوف لو في حاجه ناقصه بعد ما عملت الفورجيت باسورد
و13 ريجولار فيرتيكال سبيس ماشي، اب تكست بوتون لوجن فونت مش عارف ايه. طبعا هبدأ بقى اضيف الفاليديشن هنا دلوقتي 16 و60 اوريدي هاف اكونت ماشي. طبعا عايزين نضيف بقى، نبدأ نضيف البلوك ليسنر بتاع الاي بي اي كول اللي احنا هنعملها، بس اتقل على الاي بي اي كول دلوقتي. طيب انا عايز، طب تعالى نعمل الفاليديشن دلوقتي. طيب انا هاجي هنا في الفانكشن دي بتاعت الاب تكست بوتون، لما كليك على لوجن هعمل فانكشن اسميها فاليديت ذن دو لوجن، انا مسميها كده حاسه اسمه كيوت مش عارف ليه. طبعا هعمل دي فانكشن كرييت ميثود، الميثود دي بقى void، هي ما بتاخدش اي حاجه، بتاخد الكونتكست بس. هاجي هنا بقى اقول لها اف، ركز بقى معايا، اف ان الكونتكست دوت ريد اوف اللوجن كيوبيت، هعمل امبورت، لو دي دوت الفورم كي، الله فورم كي اهي في ايه، دوت الفورم كي دوت، هو في حاجه غلط، كونتكست دوت ريد لوجن كيوبيت، نسيت القوسين دول معلش انا اسف، كارنت ستيت دوت فاليديت، لو هي فاليديتد انا كده بعمل فاليديت، لو هي فاليديتد قبل ما ادوس لوجن، لو هي فاليديتد يعني حاجه فاليديتد اعمل لي كونتكست الفاليديشن تمام يعني. دوت ريد اوف اللوجن كيوبيت دوت ايمت لوجن ستيت، طبعا هو هنا محتاج مني الايمت لوجن ستيت دي محتاجه نيو انستنس من اللوجن ريكوست بودي، فانا اقول لها لوجن ريكوست بودي اوف اوف، وهاجي اقول لها هنا الايميل هيساوي كل الكلام ده دوت ايميل كنترولر دوت تكست، وبالنسبه للباسورد، باسورد هقول له نقطتين كونتكست ريد لوجن كيوبيت باسورد كنترولر دوت التكست. انا هنا بعمل ايه؟ لما بكليك على البوتون بتاع اللوجن بعمل فاليديشن، بقول له طبعا لسه ما خلصتش يعني اكيد، انا بس قلت بما اني جيت في الحته دي اعملها يعني. لما بكليك على البوتون بقول له لو الفورم كي الكرنت ستيت فاليديتد، لو الفورم قرت الفاليديشن بتاعها تمام خلاص روح اعمل لي اللوجن ستيت بتاعتك. طيب عايز بقى ابيلد هنا، هبيلد بقى بلوك ليسنر، هقول له كونست لوجن بلوك ليسنر. طب ليه بلوك ليسنر ليه مش بيلدر؟ البيلدر انا بعمله لو هبيلد حاجه في الشاشه، الكونسيومر هعمله لو انا هبيلد وهليسن، الليسن انا بعمله لو انا عايز بس اليسن على تشينج وهاكت اكوردنج للليسنر للليسننج اللي انا عملته. فاجي هنا في الويدجتس اكريت نيو فايل، هقول لوجن بلوك ليسنر دوت دارت، وهاجي هنا اعمل ستيتلس ويدجت هسميها لوجن بلوك ليسنر، واللوجن بلوك ليسنر دي هعمل بقى البليس هولدر دي، هعمل ولا حاجه، هاجي البليس هولدر دي هربها، هعملها راب جوه بلوك ليسنر كده. التشايلد ده طبعا انا مش محتاج حاجه في التشايلد، فهقول له كونست سايز دو بوكس دوت شرينك اللي هي اصغر سبيس في, 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 في اصغر حاجه تجيب لي بيكسلز يعني، سايز دو بوكس دوت شرينك. طيب هاجي بقى في الليسنر، طبعا انا البلوك ليسنر ده محتاج يعمل امبورت للبلوك، هاجي هنا اقول له مش كونست، لا لوجن كيوبيت لوجن ستيت، تعبت تعبت تعبت. طيب انا بحب قوي بقى في البلوك ليسنر والبلوك بيلدر، بحب اعمل ليسن وين، حتى لو انا مش هحتاجها بحب اعملها، بتريحني نفسيا، بحس ان انا كويس، بحس ان انا هادي، بحس ان انا مش خايف من حاجه، هي بتطمني، هو ده الامان، الامان البيلد وين والليسن وين. كارنت از لودنج، او يعني بقول له اعمل ليسن، ليسن وين، امتى هليسن، امتى هبيلد، ليسن وين، بيلد وين، ليسن وين، ابدا اشتغل ليسن، شغل الليسنر بتاعك، لو الكرنت ستيت لودنج او الكرنت ستيت از سكسس
او اور، يعني اور او الكرنت ستيت از ايرور. هتقول لي طب ليه جايب الثلاث ستيتس دول بس يا عمر؟ ليه مش جايب الانيشال ستيت؟ لان الانيشال ستيت احنا عاملينها برايفت اندرسكور. حتى لو جيت احاول اهو اعمل انيشال مش شايف، فيش لو خدتها كوبي هو مش شايف الانيشال، شيل اندرسكور هو مش شايف، هو مش شايف. طيب بعد الليسنر هاجي هنا بقى، بعد الليسن وين هاجي بقى في الليسنر هنا واقول له ايه؟ بص بقى الليسنر هقول له فيه ايه، هقول ستيت دوت وين اور نال. وين اور نال، وين اور نال دي بقى جت منين؟ جت عشان الستيت بتاعتي انا عاملها بفريزد، فبالتالي اقدر استخدم هنا وين اور نال، واقدر استخدم maybe when، واقدر استخدم map، واقدر استخدم map or null، واقدر استخدم maybe map. كل واحدة فيهم موجودة في الدوكيومنتيشنز، موجودة بالاستخدام بتاعها وبالشرح بتاعها. انا بستخدم when or null يعني يا اما واحدة من الستيتس دي يا اما ولا حاجة null. في when or null دي هاجي هنا اعمل في حالة اللودينج، هاجي هنا اعمل في حالة السكسس، سكسس طبعا عايز تاخد داتا، اقول له هنا اوريجن ريسبونس، ممكن اقول له اكس ده فاريبل نيمينج، ممكن اقول له عمر، ممكن اقول له زمالك، ده فاريبل نيمينج، نيمينج انا حر النيمينج فيه مش هيبقى مشكله، بس انا بسميه لوجن ريسبونس عشان يبقى مناسب للي احنا بنعمله، انت فاهم احنا بنعمل. والايرور طبعا هنا هكتب ايرور. دي الثلاثه ستيتس بتاعتي بتاعت كل واحده، وهنأكت اكوردنج لكل واحده فيهم. طبعا انا هاجي هنا في اللودنج هشو دايالوج، هاخده كابي اهو من اللي انا عامله، نشو دايالوج صغير لطيف جميل ظريف، لودنج دايالوج لودنج يعني مفيش فيه شغل يعني، سمبل شو دايالوج بسمبل سنتر سيركل بروجريس انديكيتور، حاجه سوبر سمبل يعني. طب في حاله السكسس ان انا رجع لي داتا، اعمل كونتكست دوت بوب، هبوب يعني هطلع من الدايالوج. طب ازاي انا عملتها على البوب؟ لان احنا عاملين اكستنشن هنا نافيجيشن اكستنشن بتخليني ابوب، فانا هبوب عشان ادسمس الديالوج ده، واقدر ان انا اعمل كونتكست دوت بوش نيمد راوتس دوت، هروح للهوم سكرين في حاله انها سكسس معايا. ما عملتش الهوم سكرين، مش نعمل هوم سكرين، ما عملتش هوم سكرين يا جدع، يا جدع اعمل هوم سكرين يا جدع، حرام عليك يا عليك يا عمر يا لو تتعب ام انت يا عم، ربنا يسامحك. فين هوم سكرين؟ هوم سكرين ما عملتاش. عايز اصرخ، عايز اصريخ في صمت. انت فاهمين انا بعمل ايه صح؟ عشان في حالة السكسس نروح لها بس. تعبت. عايز دلوقتي اقفل اللاب وانتخ في السرير وامسك الموبايل اقعد العب لحد ما انام، واصحى اقول انا بصحى متاخر ليه. ماشي سكافلد، هعمل انا قبر بنفسي صح؟ قول لي ان انا هعمل قبر. لا بجد والله انا هعمل ابر بنفسي. خلينا قاعدين. انت ما كنتش عايز تعمل لي ابر صح؟ هنستهبل بقى. سنتر تشايلد تكست نسميها زوس، بص كابيتال، حروف كابيتال بتخوف. زوس از او سكرين، بتخض قوي لما حد في الشات بيعمل لي علامات تعجب كده، اللي هو علامات تعجب كتير. لو نعم في ايه طيب؟ كونست. طيب ونيجي بقى نمسك الهوم سكرين، نروح الله من بلوك ليسنر. ماشي كده تمام. طيب في الايرور عندي بقى هاندل الايرور ازاي او هعمل ايه؟ هاجي هنا في الايرور
واول حاجه هعملها في الايرور هعمل كونتكست دوت بوب، هطلع من الديالوج وعايز اطلع له بقى شو ديالوج، هشو ديالوج في الايرور واطلع له الرساله اللي جايه لي من الباك اند. فهشو ديالوج كده صغير في حاله الايرور هقول له هنا ايه، عملت دايلوج صغير، الدايلوج ده شو دايلوج اليرت دايلوج في ايكون ريد، وبقول له هنا تكست بقول له ان انت في مشكله ولما بيكليك على البوتون بيبوب جوتت مش عارف ايه. طيب في تو فونتس انا ما عملتهمش، 15 دارك بلو ميديم، تعالوا نجيبهم. فين الستايلز؟ فين الستايلز؟ السيمينج صح، هاخدها كابي زي ما هي. هي ومين بقى اختها؟ اختها اسمها ايه؟ اختها اسمها فونت 14 بلو سيمي بولد. ناخد اختها الاول، وبعد كده ناخدها اهي. عشان انا ايه مش قادر اكتبهم، عملت فونتين ونادهت لهم، ويبقى كده عندي الايرور اهو. ممكن بقى ايه، انا مش عامل ده في الكود بتاعي، انا ما كنتش عامل ده، ممكن اجي اعمل كده سيت اب ايرور ستيت فانكشن كده صغيره حلوه تسطب لي الايرور ستيت، عشان حاسس الايرور ستيت شويه يعني خد كام سطر كده. ماشي، في حاجه تانيه عايزين نعملها في البلوك ليسنر؟ سو فار لا. لما السكرين بيحصل لها لودنج بطلع بروجريس انديكيتور، لما بيحصل سكسس بطلع من البروجريس انديكيتور وببوش نيمد للهوم سكرين. لما طبعا المفروض اعمل بوش ريبليسمنت يعني، بس لسه التظبيطات دي بقى الفيديوز الجايه. في حاله الايرور بعمل ديسمس للسيركل بروجريس انديكيتور وبطلع ديالوج اليرت ديالوج بالايرور اللي بيحصل معايا، والتشايلد بتاع ده سايزد بوكس دوت شرينك. ممتاز. طيب ناقصني ايه؟ ناقصني ولا حاجه، ناقصني بس ان انا اجي في الايميل اند باسورد واعمل بقى الفاليديشن بتاعي. دي عايزه امبورت، خدي الامبورت بتاعك. انا كده دلوقتي اقدر اعمل لوجن على فكره، يعني لو عملت لوجن هي لوجن عادي، بس نعمل بقى الفاليديشن بتاع التكست ده. هاجي في الايميل والباسورد هنا، وهاجي بقى في الكنترولر ده، الكنترولر بتاع الباسورد ده، هعمل فانكشن اسميها سيت اب باسورد كنترولر ليسنر. والفانكشن دي انا هعملها، هطلعها فوق هنا تبقى تحت الانيت ستيت. الفانكشن دي بقى هتعمل ايه؟ الفانكشن دي بقى هقول للباسورد كنترولر دوت اد ليسنر، هاد ليسنر على الباسورد كنترولر عشان يلسن على اي تشينج بيحصل في التكست اليوزر بيدخلها. هعمل سيت ستيت، ومش عادي، مش عيب السيت ستيت والله عادي، واقول له هاز لوور كيس بتساوي، هعمل بقى ابريجكس، محتاج بقى اعمل ريجكس عشان اتاكد اللي دخله ده لوور كيس ولا لا، اللي دخله ده نمبر ولا لا، اللي دخله ده سبيشال كاركتر ولا لا. دي اخر حاجه في الفيديو خلاص. الابريجكس انا ضفتها فين؟ في الهيلبرز اكيد، عملت ابريجكس. طيب هطلع هنا في الهيلبرز، عملت فايل سميته اب ريجكس دوت دارت، ضفت لي فيه شويه ريجكس، هاخدهم كابي بيست زي ما هم زي ما هم اهو. عملت شويه ريجكس، از ايميل فاليد، از باسورد فاليد، هاز لوور كيس، هاز ابر كيس، هاز نمبر، هاز سبيشال كاركتر، هاز مينيمم لينك. بس دي الريجكس سرشت عليها عادي على جوجل، اول لينك على ستاك اوفر فلو تقريبا او تاني لينك حلها لي، از باسورد فاليد، هاز لوور كيس، از ايميل، بلا بلا بلا، كل الكلام ده وكانت تمام. انا عايز اعرف از ايميل فاليد دي انا بستخدمها فين؟ انا ما استخدمتهاش لحد دلوقتي في الايميل اند باسورد. بص في الايميل اند باسورد بقى، انا ضفت هنا للايميل، ضفت له الريجكس بتاعته. بص في الـ في الـ في, الـ في الايميل اند باسورد، هطلع اكمل الحته دي تاني، بس في الايميل اند باسورد هنا رحت انا ضايف له بقى ريجكس تاني هنا، ضفت له بقى، ما هو انا عايز اتاكد ان الايميل مش نال ومش امتي والفورمات بتاعه صح، فقلت له او نوت نوت، عملت علامه التعجب نوت، ان الاب ريجكس عايزه امبورت، مش عايز امبورت، ماشي، دوت از ايميل فاليد، واديته الفاليو معايا. يعني لو الفاليو بنال ما كتبش حاجه، او جه يكتب ومسح فبقت امتي، او
الايميل مش فاليد اديني فاليد ايميل، ريتيرن سترنج واحده على كل الكيسز اللي يبقى الايميل فيها مش مظبوط. عملت الابريجكس اهو از ايميل فاليد، فانكشن صغيره جدا بتاخد الايميل تتشيك عليه الصيغه بتاعته ان هو كلمه ات كلمه دوت، هو غالبا ده الفاليد بتاعه يعني غالبا. بس وعملت ايه تاني؟ عملت بقى باقي الفاليديشن اللي تمام. هاز لوور كيس دي قلت له هاز لوور كيس ابريجكس دوت، هاز لوور كيس قلت له باسورد كنترولر دوت تكست، نفس الكلام بقى عملته عليهم كلهم. هاز ابر كيس ابريجكس هاز ابر كيس وادي له الباسورد كنترولر تكست ايه تو سترينج تكست تكست. بس عملت نفس الكلام ده على الباقي. بمسك البوليان، خد بالك انا بمسك البوليان اللي فوق ده هاز لوور كيس وهاز ابر كيس، بمسك البوليان ده الاد ليسنر ده بيعمل ايه؟ كل ما انا بكتب حاجه في التكست فيو بتاعت الباسورد الفورم تكست فيلد بتاعت الباسورد، كل ما بكتب حاجه بلسن عليها، الليسنر بيبدا يطبق الريجكس ويشوف اللي انا كتبته ده بيماتش انهي ريجكس فيهم، ويبدا ياكت اكوردنج كده ويغير القيمه بتاعت البوليان. وانا عامل سيت ستيت عشان قيمه البوليان تتغير، ولما قيمه البوليان تتغير السيت ستيت تانفوك الويدجت اللي اسمها باسورد فاليديشنز اللي بتاخد البوليانز دي كلها وتبدا الباسورد فاليديشنز دي تعمل اللاين على اي واحده من اللي احنا عاملينهم دول، تشطب على اي واحده فيهم لما يلسن على كل مره بنكتب فيها. طيب هاجي انا اقول له هاز ابر كيس اهو كملها لي ابريجكس هاز ابر كيس باسورد كنترولر دوت تكست، اللي بعدها بقى اللي هي هاز سبيشال كاركتر ابريجكس، وهنا دي سميتها هاز سبيشال كاركتر، انا كتبتها غلط، هاز سبيشال كاركتر، لا كتبتها صح ما علينا، باسورد كنترولر دوت تكست. بعدها اجيب الهاز نمبر ابريجكس هاز نمبر باسورد كنترولر، وهجيب المينيمم لينث والباسورد كنترولر، وكده الليسنر بتاعي تمام. طيب نلقي نظره سريعه على اللوجن سكرين. اللوجن سكرين بتاعتي طبعا هريفاكتور بقى الكلام ده، اللوجن سكرين بتاعتي بدخل انا ممكن اخليها دلوقتي ستيتلس، بص خليتها ستيتلس، حد حاسس بحاجه؟ حد خد باله؟ محدش خد باله، رجعنا ستيتلس تاني وبقت ستيتلس عاديه جدا، والحاجات اللي ستيتفل الحاجات اللي محتاجه تتغير. هندخل نلاقي سنجل تشايلد سكرول فيو، نلاقي ويلكم باك، احنا هررنا طبعا هررنا من تيست، انا بس عايز اراجع الويدجت كده سريع. هنلاقي ويلكم باك، هنلاقي الرساله اللي فوق دي، هنلاقي اول ما ندخل الكولوم هنلاقي ايميل اند باسورد. تدخل على الايميل اند باسورد هتلاقي التو لاينز دول، التو تكست فورم فيلدز دول بالباسورد فاليديشن اللي تحت دي اهي هنا، وضفت شويه حاجات في التكست فورم فيلد، وعملت ليسنر للبلوك كنترولر. طبعا في حاجه انا نسيتها، حاجه مهمه جدا، لا لا مهمه بجد، ان انت لازم ندسبوز الليسنر. انا ما عملتش ده، انا ما عملتش ده في الكود بتاعي هنا، بس الديفلوبر اللي جوايا بتقول انت لازم تدسبوز. صح، باسورد كنترولر كنترول دوت ديسبوز ميك سنس. طالما عملت كنترولر وبلسن عليه، لما اطلع من الويدجت دي او الويدجت دي بتبقى ديسبوزد او ديسترويد، ادمر الليسنر ده. لا مش الباسورد كنترولر، انا بلسن على الباسورد كنترولر، ايوه الباسورد كنترولر، صح هديسبوزه صح ماشي. طيب ايه تاني؟ الليسنر، ايوه فتحت الليسنر، عملت السيت ستيت، عملت الابريجكس بتاعتي، وبلسن على كل تشينج هيحصل في التكست اللي انا هكتبها. تعالى نعمل هوت ريستارت كده، نرجع لللوجن سكرين، الاقيني اهي الايميل والباسورد، وعملت بعدها الفورجيت باسورد تكست اهي، وباقي الكود زي ما هو بتاع الفيديو اللي فات ما غيرتوش والله ما هو الا في اللوجن باسورد. بص لو جيت دلوقتي دوست لوجن هلا بيقول لي انتر فاليد ايميل وانتر فاليد باسورد، لو جيت اكتب فاليد ايميل عمر ات ودوست لوجن لسه برده شايف، لو قلت جيميل لسه برده شايف ان في ايرور، هقول دوت واعمل لوجن برده شايف ان في مشكله، لو دوست سي لسه او خلاص وافق. ليه وافق؟ لان احيانا في ايميلز بتبقى الاكستنشن بتاعها مش دوت كوم، دوت سي او بس، في ايميلز كده
عادي. طيب لو جيت كتبت عمر بس، طب لو كتبت او ات او دوت سي او، خلاص شايف ان ده فاليد ايميل، يبقى دي الفورمولا بتاعت الريجكس بتاعت الميل معموله بالشكل ده. طب بص بقى الباسورد اول ما اكتب، بص بقى ايه راح شاطب على الايه هنا، بص ات ليست 1 كاركتر شطب عليه، اس ما شطبش، دبليو ما شطبش، كيو ما شطبش، طب هدوس شيفت ايه شطب على الابر كيس، طب هكتب رقم 9 شطب، طب هكتب مثلا سبيشال كاركتر ات شطب عليه، طب همسحها شالها، همسح التسعه شال النمبر، هكتب اس ايه اي حروف بكتبها، بص شطب على المينيمم لينث 8 لان انا عديت ال 8، هشطب همسح 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 زي ما هي، هكتب ات واكتب او كابيتال واكتب اس سمول واكتب 2 واكتب كلام كتير، اعمل الفاليديشن بتاعي. لو جيت عملت لوجن هعمل اي بي اي كول، ها رد عليا قال لي كريدنشلز دازنت ماتش اور ريكوردز، تعال نشوف الكلام ده حصل فين، هفتح الديباج كونسول هلاقيني هنا عملت اي بي اي كول، طبعا ده اللوجنج اللي بقول لكم عليه، اللوجر اللي انا بقول لكم عليه اهو، عملت اي بي اي كول، انا جبتها كده عشان عارف ان صورتي على الشمال، عملت الاي بي اي كول هنا، دي الاند بوينت بتاعتي اهي، ده اللي اتبعت في الهيدر، ما بعتناش حاجه في الهيدر، البادي ده اللي احنا بعتناه في البادي اهو، الايميل والباسورد، واترد عليا ب 401 ان اوثورايزد، قال لي ان الكريدنشلز دي احنا ما كريتناش يوزر اصلا، ما عملناش ساين اب بيوزر بيماتش الداتا دي. فهنبدا ان احنا ندخل يوزر او نكريت يوزر هنا على بوستمان، ممكن نجيب الريجستر، تعالوا نكريت واحد في الريجستر هنا، هنعمل ايميل هسميه عمر واحد اندرسكور جيميل دوت كوم، ده الايميل، والفون 1414، والباسورد هسميه عمر ات 1234، عمر ات 1234، وهعمل سند، بكريت اكونت جديد، كريت لي الاكونت جديد، قال لي ترو لوجند سكسسفولي، مش عارف ايه يوزر نيم ضياء بلا 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 الكلام ده كله، هاخد بقى اليوزر ده وابدا ان انا استخدمه عندي هنا، احنا كريتنا ايه؟ عملنا ايه؟ عمر واحد، عمر واحد at gmail.com، والباسورد اللي انا كنت عامله عمر at 1234، الباسورد اهو عمر at 1234، واجي هنا هشوف الديباج كونسول، هكلير هعمل لوجن، هلاقيه بيعمل لودنج اهو هنا، وقال لي رد عليا لوجن سكسسفولي وتمام، والمفروض ان هو راح للهوم سكرين هنا، بس هو ما راحش للهوم سكرين، هو ضحك عليا. ليه بقى ضحك عليا؟ هقول لك ليه، لان انا في الاب راوتر ما شاء الله عليا مركز جدا هنا، جبت الاونبوردنج سكرين تحت الهوم سكرين، المفروض اجيب الهوم سكرين اهي، هعمل كده تاني من الاول، دخلني تاني من بره، هعمل عمر واحد at gmail dot com، عمر at 1234، هعمل لوجن بيلود ورد عليا بسكسس this is home screen. تعبت، خلصنا الحمد لله الفيديو، بص بص على الكود كده تاني سريعا، اقرا الكود بتاعهم، شوف اللي احنا عملناه، شوف الترتيب والتنظيم، شوف عندك راي قوله، اي راي، انا انسان بص والله العظيم، اقسم بالله اقسم بالله العظيم، انا انسان ديمقراطي جدا، انسان بيتقبل الراي والراي الاخر، انسان مش متزمت لرايه ولا شايف ان هو الصح المطلق، وانسان دايما بيسمع الاراء الاخرى، طالما الاراء الاخرى دي ما بتقولش ان انت تعمل بلوك بروفايدر في المين، اي راي تاني ما عدا ذلك انا قادر ان انا اسمعه، قادر ان انا اتناقش معاه، قادر ان انا اخد ودي وادرس جدوى مين الصح ومين الغلط، لكن هتكلمني وتقول لي هروح في المين اعمل مالتي بلوك بروفايدر وبروفايد البلوكس كلها، انا هقول كلام ما ينفعش اقوله في فيديو قدام الناس اللي بيسمعوني، متفقين؟ فاللي عنده راي، عنده اقتراح، عنده تعديل، عنده حاجه يكلمني ويقول لي، يبعت لي على التليجرام، انا برد على التليجرام على الجروب، وفتح الدسكشن على التليجرام، تليجرام انا
شويه اكتف عليه شويه، مش تليجرام ان جنرال، الجروب يعني. اللوجن سكرين اهي شكلها حلوه، ما اعتقدش فيه ازمه يعني، بس حته الفيوتشر اللي انا شلته من الديو دي مقلقني شويه، كانت فيوتشر انا شلتها حاسس انها تعمل مشكله مستقبلا، خبر النهارده بفلوس بكره يبقى ببلاش. عملنا حاجات كتير، عملنا شغل كتير، عايزين نعمل بوش، قسمنا البروجكت بتاعنا حلو، انا مبسوط والله، البروجكت منظم ومتقسم والله، الكود نظيف وحلو. لو قلت لك تعالى عدل لي في اي حاجه انت مش هتواجه صعوبه، ومش انت اللي كاتب الكود مش هتواجه صعوبه ان انت تعدل، لان هو منظم ومقروء والاسماء الى حد كبير كويسه. مش بشكر في نفسي يعني وبتاع، بس ان الواحد خد وقت وجهد في تنظيم الحاجه وفي التسميه ده شيء مهم، لازم ان احنا نقف ونسقف لنفسنا عليه ونقول لنفسنا شكرا. انا دايما بقول لنفسي شكرا وما بستناش شكرا من حد. حاجات كتير عملناها، نكتب بقى هنكتب كوميت مسج added ايه، added دي اي، added اب ريجكس integrated with login endpoint, added login repo and qubit, added login states with validation commit و push. وهنروح نعمل pull request في ال development وهنضيف صورة من ال UI وموال ازرق. مش كنا كتبنا سام ابديتس وريحنا نفسنا؟ ما الرجاله كلها بتكتب سام ابديتس وما حدش واخد باله، ولا هي جت على ارمت يعني؟ سام تشينجز. النت عندي عيان عشان كل ده برفع في الفيديو رقم 10 اللي انا سجلته قبل اللي فات، كل ده بيترفع الفيديو كل ده 65%، والساعه دلوقتي 2 بالليل اي ام توقيت مصر. عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل بي ار. طيب يلا نعمل بي ار، كومبير اند بول ريكوست. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. طيب تعالى نجيب من سورس تري، نضيف الكوميتايه دي، الكام كوميت اللي احنا ضفناها دي هنا كوبي، ونضيف صورة من اليو اي. تعود على الصح، تعود على الصح هترتاح. في ايه؟ انا مش فاضي لدلع المك ده والله العظيم، انا مش فاضي، المك بيتدلع وانا مش فاضي. الصوره بتترفع طبعا، بتترفع في سنتين عشان انا الفيديو لسه بيحمل. هنعمل بي ار ونقبلها من الديفلوبمنت، والورق ورقنا، والمهم محدش يرخرب ورانا. الفيديو ده دخل في 53 دقيقه، يعني انا سجلت النهارده فيديو ساعه في نص، في ساعه ساعتين ونص، فاتح الكاميرا برغي نكتب كود ساعتين ونص. انا ضحيت بالجيم عشان النهارده، اقسم بالله ضحيت بالجيم عشان الفي اسجل النهارده. تمرينه الظهر والتراي بقى بتاعت النهارده دي فرقه بت كل واحد بيشوف الفيديو ده. يا مسهل الصوره اترفعت. طيب يلا نعمل بول ريكوست على الماستر. ايه يا نهار ابيض، لا على الديفلوبمنت مش على الماستر، عايزين نخلي الديفلوبمنت هو الديفولت برانش، حد يفكرني يا جماعه، مش عايزين نخلي الماستر، وعايزين نظبط الريدمي. كريت بي ار،
كل الحاجات دي هنعملها باذن الله اهي. ادي الدي اي، ادي البريجكس انتجريتد سلوجن اي بي مش عارف ايه. طبعا التايتل الاوفرول تايتل اسمه ادي الدي اي، عايزين نعدل الضحك ده يعني. لوجن فانكشناليتي، فانكشناليتي لوجن اي بي اند بوينت فانكشناليتي اند فاليديشن. اعتقد العنوان الرئيسي كده اوضح، اعتقد لوجن اند بوينت فانكشناليتي اند فاليديشن، والصوره اهي والله شكلها حلو. هنعمل كود ريفيو على نفسنا، نشوف الفايل تشينجز، غيرنا حاجات كتير، حاجات كتير قوي قوي قوي. طبعا مش صح، مش صح ان انت تكتب كتير وتكوميت كوميتها واحده. بص تلاقي 1 كوميتس هنا، 1 كوميت 1 كوميت غلط، حته بحته وارفع. عملت الابريجكس ارفعه، عملت النتورك ارفعه، بس انا عشان فيديو بشرح انا بقول لك ايه الصح يعني. عملت النتورك ارفعه، عملت الابريجكس ارفعه، كوميت 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 كوميت، كوميتات كتير صغيره، ما تعملش كوميت واحده كبيره. بص عملنا حاجات كتير غلط غلط. انا لو شفت حد عمل كده في النورمال كيس غلط اقول له لا اعمل كوميتات، كوميتات صغيره سهل الرجوع عليها. Divide and conquer، divide and conquer ده غلط. طيب يلا نقبل البي ار دي ونقفل الفيديو وننام. يلا نرجع يا باشا في الديفلوبمنت كده. الديفلوبمنت بتاعتنا بقت ابديتد. اتمنى اسمع فيدباكات عن الثلاث فيديوهات اللي اترفعوا وبيترفعوا ان شاء الله بكره الصبح. بكره الاربعاء هتكون التلات فيديوهات اترفعوا باذن الله، تتسحلوا فيهم لحد يوم الجمعه. مش عارف اقدر اسجل الجمعه ولا لا، السبت رايح المنيا ان شاء الله. يا جمعه يا حد ممكن اسجل، ربنا يحيينا. تصبحوا على خير.